كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. احتضنت جنبات سينما الروكسي بطنجة مساء يوم السبت الماضي حفل اختتام فعاليات مهرجان الفيلم القصير المتوسطي في دورته 15. احنا فرحان لان الناس خدمت منيتها، والناس اللي كانوا في اللجنة كانوا ناس اقوياء كيعرفوا السينما وكيحبوا السينما وكيفكروا في السينما. دونك بالنسبة لي انايا اي جائزة اعطيناها وانما كانت مستحقة. الحفل عرف عرضا لبعض الفقرات الفنية كالشريط المصور الذي وثق لأبرز لحظات المهرجان. العرض رافقته فرقة كورال البوغاز التي شكلت لوحة إبداعية متجانسة بأدائها المتميز صحبة الشريط. حفل اختتام المهرجان شهد حضور ثلة من الفنانين والمخرجين المغاربة الذين واكبوا أيام المهرجان خلال هذا الأسبوع. بعد المنافسة القوية ل55 فيلما وهو مجموع الأفلام المشاركة لهذه الدورة، عادت جائزة تنويه لجنة التحكيم لثلاثة أفلام هي الفيلم المغربي نداء لمخرجته الشابة ماريا كنزي الحلو، ثم فيلم سمكة صغيرة للمخرج اليوناني كريسانتوس ماركونيس، يليه فيلم قتال من أجل الموت للمخرجة ليونورا فينوفا من مقدونيا. كتير حلو، كثير حلو لما الممثل ياخذ جايزه لانه بحس حاله انه هو على الطريق الصح. كثير حلو لما ياخذ جايزه كمان لفيلمين شاركوا، وكثير كثير بيعني لي اني اخذها ببلد اول مره بجي عليه واول مره بشارك بفستيفال فيه. جائزة الإخراج كانت من نصيب المخرج التونسي عاشور لطفي عن فيلمه حلوش. أما جائزة لجنة التحكيم فقد عادت لسوريا من خلال الفيلم مارينو ستروم للمخرجين رنا كزكز وأنس خلف، فيما توج فيلم حظا سعيدا أورولوا بالجائزة الكبرى للمخرجة سارة كيرين من سلوفينيا. اللحظات الأخيرة من أجواء المهرجان المتوسطي للفيلم القصير الذي أسدل ستائره اليوم معلنا عن اختتام فعالياته ضاربا موعدا جديدا العام المقبل في نفس المكان ونفس التاريخ. نهيلة نيت الحيان، كاف 24 تي في، طنجة. في النهاية لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك، وقوموا بتفعيل أيقونة الجرس أيضا كي يصلكم تنبيه بكل جديد على قناتنا. شكرا على متابعتكم.